رأى القيادي في التيار الصدري أمير الكناني أنه لا يوجد شيء اسمه الإطار التنسيقي، عدًا هذا الاسم وهميًا، حيث كان هنالك التحالف الوطني الذي كان يجمع كل المكونات الشيعية قبل أن يصبح في عام 2010 دولة القانون والائتلاف الوطني. وقال الكناني خلال اليوم الأول من أعمال ملتقى الشرق الأوسط في أربيل بمشاركة 250 شخصية عراقية وأجنبية: سنعمل لتصحيح المسار رضي من رضي وأبى من أبى، سواء كان يحمل السلاح أو يحمل العصي، وسواء كان على المستوى الداخلي أو الخارجي. فيما يخص الإطار التنسيقي، لا يوجد شيء اسمه الإطار التنسيقي مطلقا، هذا اسم وهمي. كان هناك التحالف الوطني، في السابق كان يسمى الائتلاف الوطني العراقي، وهو جمع كل المكونات الشيعية التي اشتركت في العملية السياسية منذ 2005 وصولا إلى 2010 عندما أصبح دولة القانون والائتلاف الوطني. بس بياناتهم توقع بالإطار التنسيقي، وبعد خروج خسارة دولة القانون في انتخابات 2010 طلب إحياء الائتلاف الوطني وسمي بالتحالف الوطني، و2015 انتهى التحالف الوطني على اعتبار هو جسم طائفي شكل قبالة جسم قومي اللي هو التحالف الكردستاني، قبالة كانت جبهة التوافق العراقية اللي كانت تمثل الطائفة السنية، وأصبح هناك نضوج سياسي يتمثل ببلورة جديدة لنشوء الهوية الوطنية. وفوجئنا بأنه هناك جبهة وتسمى بالإطار التنسيقي. حقيقة هذا الإطار هو إحياء لتكتل طائفي بعيدا عن الاستحقاقات الانتخابية، بعيدا عن الرؤية الوطنية أو ما هو مشروع الإطار التنسيقي، ما هي أهدافه، ما هي برامجه، ما هو الميثاق الذي يتفق عليه الإطار التنسيقي. لا يوجد شيء، اسم وهمي، ويحاول البعض أن يركب هذه الموجة ويحث الآخرين على تشكيل تكتلات إثنية وطائفية، وهذه حقيقة مرفوضة.